أعزائنا المشاهدين مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في برنامج مش لوحدك. النهاردة حلقتنا على سانتا فيرينا تشاريتي والخدمات الرائعة اللي بتقدمها الجمعية الخيرية دي. طبعا الخدمات دي كلها يعني هقولها بتدي في أمريكا، الخدمات كتيرة، خدمات في مصر، خدمات في بلاد كتيرة في أفريقيا، في ساوث أمريكا، يعني الحقيقة خدمات رائعة وكتيرة جدا. خدمات مثلا بتخدم الناس المحتاجين، بتساعد الناس المعوقين، بتساعد الناس ان هم يعني يشربوا مية نظيفة في البلاد اللي فيها مية ملوثة، وطبعا أمراض الكلى والكبد طبعا زي ما احنا عارفين. كمان بتساعد الناس ان هم يعملوا سمول بزنس، يعني بتوقفهم على رجليهم يعملوا سمول بزنس عشان يقدروا يمشوا حياتهم بعد كده. وكمان بتساعد الناس انها تبني بيوت للهوملس، للناس اللي ما عندهاش بيوت، او الناس مثلا اللي ساكنه في بيت من غير سقف او من غير ارض. يعني النهارده الحقيقه هنشوف امثال كتيره جدا من الخدمات الرائعه اللي بتقدمها سانتا فيرينا. وطبعا احنا كمان عايزين نساعد في الخدمه الرائعه دي عشان ناخد بركه ونبقى يعني مشتركين في البلسنجز ده. وطبعا كل الخدمات دي من خلال بروشيه لوس انجلوس بكاليفورنيا. اسمحوا لي في الاول ارحب بضيوفي. معايا في الاستوديو دكتور ماري ميخائيل، اكزيكتيف دايركتور اوف سانتا فيرينا تشاريتي. اهلا وسهلا دكتور ماري. اهلا بك. الاستاذ كميل عبد الملك، دايركتور اوف باليت بروجكت. اهلا وسهلا استاذ كميل. اهلا بك. ودكتور مجدي ملك، دايركتور اوف كريستيان فاميلي سبونسرشيب. اهلا وسهلا دكتور مجدي. اهلا بك. اهلا بحضرتك. وطبعا يعني كل ضيوفي النهارده كل واحد فيهم ليه بارت كبير قوي وليه بروجكت كبيره قوي في سانتا فيرينا، وهنتكلم كمان على الخدمات الثانيه اللي بتقدمها الجمعيه التشاريتي دي. مش لوحدك. طيب احب اتنقل استاذ كميل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا البروجكت بتاع حضرتك اسمها البالت، بالت بروجكت كونتينر. بقى طيب اشرح لنا ايه هي الاول الكونتينر دي يعني، وبعدين عايز اعرف ايه البالت دي، يعني ليه اخترت اسم البالت دي؟ احنا نقول في الاول اي كوركت احنا انا يعني اسيستنت دايركتور مع الاستاذ ماهر زكي، لان هو حرام يعني ابتدى خدمه بقاله 18 19 سنه. يعني كان بيمشي يجمع حاجات بسيطه، واول كونتينر عملوه كانت سنه 94 95. طب يا ريت تشرح لنا ايه الكونتينر دي عشان إن لسه مش عارفين ايه هو البروجكت نفسه. البروجكت ان احنا بنجمع كونتينر زي بيشوفوه في الشحنه وزي اللي موجود على المج، 40 قدم في 8 عرض في 9 هاي، يعني 288 سكوير فيت. بتحط فيه اي حاجه انت عايزها. فاحنا خدنا اسم الباليت لان الباليت يعني معك جاي لك بوكس ما انتيش عارفه ايه اللي فيه. بوكس باليت، فبتقولي ممكن يكون فيها ايه؟ ممكن يكون فيها شنطه، ممكن فيها جزمه، فيها فستان، ممكن فيها فستان فرح، ممكن فيها ويل شير، ممكن يكون فيها اي حاجه. ده عشان كده وتشوز الباليت، واكشلي الشباب هم اللي اختاروا الاسم ده. الباليت هم قالك يعني عشان يو هاف ديفرنت ماتيريال بتبعتوها. لما ابتدينا نبعت الكونتينر كانت يعني كان مجهود كبير جدا عشان نجهز كونتينر واحد. ريسنتلي اي جوين ماهر يعني من 3 سنين، وبعدين قلنا نعرض الموضوع على سانتا فيرينا شاريتي. الحقيقه فعلا ده اللي من فرحانين انه يعني الدكتوره ماري سيدنا يعني بيحتضن اي حاجه، اي حد عايز يقدم اي حاجه او عايز يخدم بيجمع ده وبيحطه في القالب الصح اللي يقدر يوصل بطريقه اورجنايز. دي من الحاجات الحلوه. انا بقول حتى الاستاذ اللي عمل مداخله استاذ مرجان، يو كان جوين اس في اي حاجه انت تحب تعملها. جوين اس، سانتا فيرينا مفتوحه وبتويلكم باي واحد من جواه غيره لبلده وحب ان هو يشتغل ويساعد فيها. فابتدينا ان خدنا سيدنا اول ما عرضنا عليه جاب نفسه وشاف المكان وازاي بنشتغل وشجعنا قوي قوي قوي. وابتدينا مع دكتورة ميري ان ننظم ازاي العمل وازاي
ناخد الدونيشن تمشي اورجانيزد وكده، لان في مصاريف كتيره جدا بتجو. ازاي بنجهز الكونتينر نفسه؟ احنا بنمشي بنجمع كل الحاجات بتاعتنا، الهدوم والحاجات كلها من خلال الكنائس. لما سيدنا اعلن الكنائس ان هي تساعدنا تجمع، فبقى الكنائس بتجمع لنا الحاجات وبنروح ببنات نشيلها وبعدين نفرزها حاجات زي ايه بقى مثلا؟ يعني لبس مثلا، يعني قلنا مش شويه مثلا على الويل تشيرز الووكرز، ايه الحاجات اللي ممكن حضرتك حاجه؟ يعني كل انسان عنده حاجته الخاصه بتاعته. في حاجات بيستخدمها وفي حاجات بطل يستخدمها، يعني فبيبتدي يفرز الحاجات بتاعته. يعني لو في حاجه اتعلقت في الدولاب لمده سنه، اي داوت ان حد هيلبسها تاني بعد سنه. ده بتتعلق اكتر من سنه مش سنه بتتدفن جوه كمان يعني. بس لما الناس عرضنا عليهم ابتدوا يحبوا الذوق بتاعنا، هو الذوق بتاع مصر. يعني انا في حاجه احنا مش بنحسبها، التايم اللي انا بضيعه عشان اعمل شوبينج لحاجتي، اكشلي انا بضيعه لشوبينج لاخويا اللي في مصر. لان انا بدي له حاجتي اللي هو اصلا لو موجود مكاني هيشتري نفس الحاجه دي. فده تايم، ده worth a lot of money. يعني مثلا لو حد عايز يساعد النهارده مثلا، بتقبله بس لبس جديد ولا ممكن يكون مثلا in good condition؟ in good condition. يعني ممكن يبقى مثلا مستعمل بس in good condition. in good condition. لان الكوست مش قليله. يعني في جمارك بتدفع كاستم في مصر مش فري، وفي شيبنج مش فري. احنا ابتدينا لما عشان نوفر الكوست بتاعت الشيبينج، ابتدينا جبنا مكابس كهرباء ونضغط الهدوم، فكونتينر جامب من 2-3 طن ل 18 طن. واو. وفي كونتينر حملناه كان فيه حاجات تانية مع الهدوم وصل 24 طنز. واو. فطبعا السيرفيس اللي بيعملها الكونتينر للأبرشية اللي بيروح لها، طبعا بيخدم الضواحيها وكده وأبرشيات تانية، زاد. فجامب احنا ممكن كونتينر واحد يكفر من 20-25 ألف واحد ياخد 4 بيسز فول. فطبعا يعني هيوج جوب بيتعمل ومجهود كبير جدا. بالاضافة ان احنا بنروح مزادات اكشنز بنشتري منها حاجات تقدر تساعد الأبرشيات في زي الويل شير، اوقات ميديكال بيد سراير المستشفيات. طبعا على حسب القوانين بتاعت مصر اللي بتدخل الحاجات دي، لان في حاجات ممنوع تخش. ممنوع تخش يعني قوانين بتحد، احنا هم اللي بيحطوا قوانين. طبعا في يعني الماترس بتاع السرير المستشفى عشان كنت منيتد وكده، فممنوع تخش. يعني فبنراعي الحاجات دي بالكود. اي ويش ان هم يفتحوا شويه عشان يعني البلد محتاجه، يعني محتاجه كتير. بنتعرض بنلاقي حاجات، يعني كراسي مره خدنا كراسي كانت الكنائس اللي اتحرقت والحاجات زي كده، ساعدتهم في يعني بتغطي فصول مدارس. احد من الحاجات الميزنج ان كان كايزر بيرمننت كانوا عاملين دومالش لبيج برانش عندهم، ودكتور من دكاتره ربنا يباركه عمل كوميونيكيشن معاهم، فقالوا له خش معك 1 ويك شيل اللي انت عايزه. واو ذاتس اميزنج. فشالوا كل الخشب وراح الابرشيه. الابرشيه بورسعيد عملوا حاجه ظريفه جدا، استخدموا الحاجات دي كلها وراحوا مرجعين ببوك عملوا ايه بالحاجات دي. جايبين فصل مدارس احد قاعدين العيال عليه ومكتوب عليه ايمرجنسي روم كايزر بيرمننت. كان يعني فبنستخدم الويست اللي موجود، الويست لو فاليو كبيره حقيقي فعلا. يعني الويست اللي موجود هنا فاليو بتاعته كبيره قوي. طب وي كان يوز ات طبعا، يعني وربنا قال كده، يعني قال اجمعوا الكسر، يعني ما ده الكسر. يعني وكتب عددها، يعني فيري امبورتنت ان احنا يعني ننفست الحاجات دي. طبعا طيب احنا بعد اذنك معانا مكالمه، وبعد كده هرجع اشوف الفيديو. حضرتك جايب لنا فيديو كمان على البروجكت، فيديو هدايا وحاجات كده كتير. فيديو هدايا وكوبايات وحاجات. عشان نرجع بس وانا ريليت اكتر للبروجكت دي. الاستاذ ايهاب، مساء الخير يا استاذ ايهاب.
مساء الخير يا مدام إناس. أهلا. مساء الخير للقدام الجمال اللي مع حضرتك. أهلا بيك. أهلا مساء. ربنا عوضكم خير ويبارك في خدمتكم. خدمتكم جميلة جدا. بس أنا كان لي اقتراح كده لتربية الجهود. يعني أنا نفسي يكون ليكو يعني كل الكنائس تكون عارفة عنوانكو وإزاي تبعت لكو. وإيه هي مواعيد الكونتينر؟ هل هي ثابتة كل مثلا شهرين، كل ثلاثة، كل دي حاجة. الحاجة التانية نفسي يكون في كل كنيسة ليكم مندوب. أنا عن نفسي أتمنى أخذ بركة هذه الخدمة، وأتمنى أكون يعني مندوب ليكم في مينيسوتا، بحيث أخذ بركة هذه الخدمة، بحيث لما تتجمع حاجات عندنا نقدر إن احنا نبعتها لكم، عشان يبقى في نوع من تجميع الجهود. وأتمنى من كل كنيسة في الناس اللي سمعانا دلوقتي من مشاهدين قناة لوجوس، الخدام المباركين برضو يطلع لكم من كل كنيسة كده خادم، بحيث يبقى في تربيط للجهود في كل كنيسة. مثلا فيها مش عارف كم ويل تشير، فيها مش عارف حاجات مش الناس هنا مش محتاجاها، حاجات مش كده، نعرف ازاي نبعتها لكم. وربنا يعوضكم خير. وانا يعني هسيب نمر التليفوني في الكنترول روم، اتمنى اخذ بركة هذه الخدمة. ميرسي خالص استاذ ايهاب، وكتر الف خيرك، وياريت يعني بكلامك ده تشجع ناس كتير ان هم برضو يبقوا يشتركوا في الخدمة العظيمة دي. ويعني God bless you. لا يعني حضرتك بقى ممكن تاخد نمرته من الكنترول. هنشكر قناة لوجس ان بتدي فرصة فعلا الناس تعرف اكتر. دي خدمة يعني الواحد يعني يشكر ربنا ان احنا من قناة لوجس. يعني وفي ناس في ولايات تانية على فكرة، احنا جالنا طرود من باكسز من كولورادو، وفي ولايات تانية بتقوم بنفس الخدمة. يعني احنا هنطرح الحاجات اللي هو قالها، لان احنا ريدي عاملين. هو طبعا الحقيقة قال كذا بوينت مهمة، حكاية الوقت لازم طبعا الوقت، وطبعا الكنائس تانية برضو لازم تعرف. احنا الوقت كان الاول، كنا يعني قبل الثورة كنا بنمر بمرحلة صعبة جدا جدا، وفي كونتينرز وقفت، والأوبرشيات في مصر قالوا لنا بقى لنا يعني تركنت 4-5 شهور اسنوت ورسد ان احنا ناخدها. فوقفوا ما تبعتوش حاجة. لما ابتدت الثورة قلنا نجرب نعمل تيست. فخدنا قلنا هنخسر ايه يعني؟ ماهر قال لي يلا احنا يعني بنشتغل كده يعني على باب الله يعني. فجربنا لقينا الموضوع مشي بسهولة غير عادية، الناس مش فاضية والبلد ده، فمحدش بيضايق يعني. طبعا مشيت بالجمارك اكتر يعني وكده وكل حاجة، بس كانت بتعدي. فابتدينا لقينا الموضوع ماشي، ابتدينا نفرص اكتر، وسيدنا شجعنا في الحقيقة انه الدكتورة مريم عملت معنا مجهود جامد، بقت اي مكالمات بتجيلها بتحولها علينا. وبعدين ابتدينا ننظم زي ما استاذك اتصل، ابتدينا نطلب من الكنائس انه ادونا كوارترز وانس افري فور، يعني افري فور مانس جمعوا الحاجات كلها. مشكله ان الحاجات لما تتجمع في كنيسه منظر بيبقى مش كويس، بس لو هم ادوا وان داي ا مانس اور توايس اير او يعني كوارتر كده، نقدر يبقى الناس بتجمع الحاجه دي في اليوم ده بالذات. واحنا يعني على جهدنا بنقوم بالفان، بنروح مره 2-3 بنجمع الحاجات دي وناخدها ونبتدي نتعامل بقى مع الحاجات دي. فانا يعني دي نتكلم يعني ايه اللي احنا عايزينه من طيب حلو قوي. من القناه هنشوف الفيديو بعد اذنك. طيب بس عشان عايزه يعني الناس بس تريليت. طيب شويه. طيب الكلام اللي احنا بنقوله، لو ممكن نشوف الفيديو بتاع البالت بروجكت ونشوف ازاي الكونتينرز بتتنقل من هنا لمصر، وايه اللي بيحصل في مصر يعني بعد كده. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. Thank you.
مش لوحدك. شفنا طبعا البروجكت الكونتينر باليت بروجكت يعني ايه المجهودات الجباره دي اللي بتروح. يعني انا عايزه بس اسمع من حضرتك بقى، قول لي من اول ما بتبتدي هنا ايه البروسيس بتاعتها، يعني من اول ما بتبتدي هنا لحد ما تروح مصر وبتتوزع على الناس، يعني بس يعني قول لنا كده walk us through البروسيس دي ازاي. هو في جزء خاص اللي هو بالملابس والعفش واللبس الهدوم والجزم والشنط وكده، وفي جزء بالحاجات السينيور سبلاي، بيبقى في حاجات السينيور هنا بيصرفوها زي الدايبرز بتاع السينيور، الويل شير، الووكر، بيبقى حاجات خلاص موجوده في البيت دي نوت يوزد، فبيتصلوا بينا بنروح ناخدها او بتتجمع من الكنيسه وبيتصل بينا الخادم او ابونا وعلى طول بنتحرك رايت اواي يعني، وبنجمع الحاجات دي وغير طبعا المزادات اللي احنا شفناها كنا بنروح نجمع فيها. الهدوم لما بتيجي احنا بنطلب ان تكون الحاجه يعني in good condition، اوقات يعني بتقع حاجات كده بس كله الخير يعني، زي ما بقول يعني كان في كونتينر راح انا سوري احكي يعني، بس على الحاجات اللي يعني زي ربنا بيتعامل وبنتعلم من الخدمه دي فوق يعني فوق الوصف يعني. وصل ابروشيه وبنطمن الحاجات، قال الحاجات كويسه ممتازه ورائعه، بس في شويه حاجات يعني ما ينفعش لا تتلبس ولا يتعمل. فقعد ماهر يعتذر ليهم، طب معلش طب هنحاول نخلي بالنا وكده. فقال لا احنا اتصرفنا. فقال لهم ده لما وصلت مصر يعني، لما وصلت مصر ما هي الحاجه لما بيبقى فيها اي ديفكت صغير وتتحط في البحر شهر تقريبا ونص، فبتنكريز بتعمل امولد، بتعمل دامج للباله كلها، فالباله كلها يعني بيبقى 200 بيسز damage because one item بس في ديفكت او مويست او في ريحه سميل او مش مغسول مش نظيف، فبيبوظ البلد لان مكبوسه لان ما فيش هواء فيها مقفوله ببلاستيك. فقالوا له احنا صرفنا عملت ايه؟ قالوا احنا غسلناها وقصقصناهم وعملناه سجاد وبعناه في الكنيسه. واو. فبحكي القصه دي لاسقف وبرشيه ثانيه، قال لي دي فكره جميله جدا، هاتوا لنا بقى القماش اللي من المصانع عشان نقدر نشغل بيه ونشغل ناس تانية زي ما حضرتك كنت بتقولي من شوية، بدل ما نأكلهم سمك نعلمهم ازاي يصطادوا. جابت ايه تاني؟ رحنا خدنا قماش من المصانع، الناس قالوا لنا طب قالوا في اي حاجة عندكم تانية؟ قالوا في عندنا مكان خياطة، فخدنا من عندهم مكان خياطة. فاخر كونتينر اللي في المايه دلوقتي هيوصل مصر يمكن كمان اسبوع، في 8 مكانات خياطه كوميرشال وقماش ليفت اوفر من المصانع بناخده يعني دي كان يوزد بيقصقصوه بيعملوا يفصلوا بيه او يستخدموه كده، فحاجات بتفتح حاجات معانا يعني. نرجع بقى لل طيب اخد معلش مكالمه ونرجع نكمل بعد اذنك. سهير مساء الخير. مساء النور، ازيك يا مدام ايناس انت وضيوفك؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ ازيك. انا عندي شنطه مليانه حاجات كلها جديده عشان كنت تملي بنزل مصر، ودلوقتي بقيت صاحبه عيا وما اقدرش اروح ولا لا. سلامتك حبيبتي، الله يسلمك. يا ريت حد، وعندي ويلت شير كمان، يا ريت حد يجي ياخدهم. حضرتك فين؟ في كاليفورنيا، او يعني بلاش تقولي الانفورميشن على الهوا. لو ممكن بعد اذنك ناخد نمره تليفونك من الكنترول روم ممكن؟ خديها، وابونا بشويه عرفني واتصلني ميري. طيب قولي لهم سهير بتاعت اوكسنار. طيب حاضر، ميرسي قوي قوي وكتر الف خيرك. لا انا بشجع كل الناس علشان يعملوا كده، كل واحد عنده حاجه ما تكونش قديمه لان حرام يعني. صحيح. لو حاجة عندهم يعني مستعملة جديدة يعني ما تكونش قديمة قوي، ويبعتوها لأهالينا في مصر الغلابة اللي بيقدروا لا يشتروا ولا يعملوا. صحيح، بشجع كل الناس تعمل كده. شكرا يا حبيبتي، شكرا وسلامتك ألف سلامة وGod bless يا حبيبتي، ميرسي خالص. ثانك يو. لا احنا طبعا يعني الحته اللي بنتكلم فيها ان لو كل كنيسه زي ما كان احنا كنا عاملين
بنطلب من قناة حتى يعني ان احنا بنستغل ان احنا موجودين في قناة اللوجس ان كل كنيسة تدينا خادم او اتنين او كل حد يحب يخدم زي ما احنا قلنا سان فارينا شارتي اوبن لكل الناس فيسجل اسمه معانا والاخت اللي اتكلمت الخادم القريب من الكنيسة بتاعتها بياخد الحاجة دي يجمعها الحاجات الباقية فبنقدر نشتغل as a big team هو الخدمة مش بتاعت ماهر وكميل وكذا دي بتاعتنا كلنا صحيح. بس مع التنظيم بنقدر ننتج أكتر ياريت ممكن برضو الخدام يفرزوا الحاجات نفسها في الكنيسة فده بيوفر لنا بدل ما نهاير ناس تقعد تفرز وتطلع الحاجات البايظة والكويسة أوقات في واحد يعني أنا حاجات ممكن أشوفها مش كويسة بس الراجل اللي بيديها كان امكانياته محدوده ودي احسن حاجه عنده هو شايف ان فما بنقدرش نقول له بناخدها منه وبعدين بنقدر نقيم الحاجه دي هتقدر توصل هتستفادوا منها او لا او كده بتوصل حضرتك بتقول كذا شهر في البحر قبل ما توصل هو احنا عشان البادجت بتاعتنا قليله فبنجو مع شركه الملاحه بقول لك انت مستعجل ولا على مهلك زي البوسطه يعني فبناخد ذا تشيبست واي فممكن بتزيد اسبوعين على مهلك فممكن بتبقى 2 ويكس مور كده يعني بياخد تقريبا من 6 ل 7 اسابيع طب بس نوت تو باد يعني مش bad. لا بس ففي المايه بيلف لفه وبيوصل المجهود اللي بيتعمل هنا حقيقي فعلا جامد واحنا بنتعلم يعني مشاكل بتقابلنا مش بنقول لا بنقعد ونقعد بعد كل كونتينر بنشوف ايه المشاكل اللي كانت قابلتنا فيه ولما بيوصل مصر بناخد الكولز بتاعتهم ايه المشاكل اللي هم قابلتهم ونحاول نكوركت فكانت حاجه من حاجات الجزم فكنا بنحطها في بقصات كبيره ما نقدرش نكبسها عشان ما تبص لما بينزلوا الحاجات في مصر فالكراتين بتتفتح فبيلموها اي كلام ويحطوها تاني على ما توصل أبرشية وتتوزع تبقى فرد راحت بلد وفرد راحت بلد تاني ومش بيقدروا فبقينا نعالج دي كل جوز جزمة نربطه مع بعض او نحطه في كيس لو هو صعب ان يتربطه صحيح. عشان لو وقع من البكس يبقى اتليست مع بعض يعني فير يعني فبناخد بنتعلم أفكار يعني الحاجات دي بنتعلم من كل فساتين الافراح بتجينا نحطها في بكسات مخصوصه وبتنزل الكنائس بتقدر تساعد بيها اكتر من واحده تقدر يعني هيعملوا يعني بتقدم خدمه رهيبه طبعا فستان فرح في واحده عايزه تتجوز في مصر طبعا فالكنيسه بتساعدهم زي ما الكنيسه بتساعد النيو كامرز هنا وبعدين احنا بنساعد برضو هنا مع بعض يعني بيجينا حاجات باقساط ابص فيها الاقي فيها ميديكال سبلاي جديده بس ما اقدرش انزلها مصر فبنتصل بالكلينكس ماهر بياخد في الملاك بيودي عندهم يقول له خد الحاجات دي ودوها هناك مثلا اجهزه ضغطه مش عارف ايه ادويه حاجه كده يعني اوقات بيجي حاجات عفش حاجات كهرباء ما نقدرش نبعتها مصر فبنحولها للنيو كامرز اللي موجودين في سانتا فارينا شاريتي فبنشتغل مع بعض يعني عندنا كوميونيكيشن مع الكرو كله فاللي بيجي بقى بقول له طالع عندي ميكرويف وعندي هبعت ايه في مصر اغير كهرباء واعمل عشان بس ده بالنسبه لهنا وندرفول طيب كل قد ايه حضرتك بتبعته الكونتينر قلت كل احنا على حسب ما بيجهز يعني ممكن نطلع 2 كونتينر في شهر ونص مثلا وقت ياخد كونتينر 3 شهور بس هول لاست سير احنا بعتنا تقريبا 6 كونتينر وده كان رقم ميزنج يعني حاسس ان طبعا الخدمه بتكبر يعني حقيقي فعلا يعني يعني صلوات سيدنا وتشجيعه وسان فارينا شاريتي دكتور امير يعني حي فعلا يعني بتعمل معنا مجهود رائع يعني في التواصل معنا على طول واحنا عندنا امباسادور لسان فارينا في كل كنيسه ودول الريسورسز اللي هم قلنا لهم اديناهم المعلومات بتاعت استاذ كميل واستاذ ماهر وقلنا لهم يعني لما يبقى فيه حاجات هتتجمع خدوا ميعاد الاول وبعدين اعلنوا للتجميع عشان لما ياخدوا ميعاد يبقوا هم عارفين انه هيجي في اليوم الفلاني ففي اليوم نفسه يجمعوا الحاجه عشان الكنائس ما تبقاش فيها طبعا حاجات ملهاش اوفرلودد بالهدوم يعني
فالناس يعني في كنائس منظمه حقيقه فعلا. يعني مره كنا بنطلع في كونتينر كان هوتيل كان بيعمل ريمودلنج, فادانا الترابيزات اللي عنده كلها نيو كامرز مش عايزين ما عندهمش مخازن لكل ده, خدوا اللي خدوه. كان كميه كبيره تقريبا 300 او 400 ترابيزه بالجرانيت تاب يعني حاجه فانسي. فماهر قال لي طب نشحنهم مصر, بعتناهم حملنا وكل حاجه يعني, وبقينا بتاع 4 ادم في الكونتينر فاضيين. قال لي خلاص بقى هو هيطلع كده نصيبك ايه يا ماهر. طب وبعدين توتا بستنى نشوف نحاول. فكلمت كنيسه عندنا خادمه هناك ربنا يباركها فعلا يعني, قعدت تزعق انتوا بتعمل ايه, مش تقولوا لنا قبليها شهر ونص انت جاي تقول لنا عايز نوم بكره. قلت لها بصي ربنا بعت بركه كبيره لاخواتنا في مصر والموضوع كذا كذا كذا, هتقدري تعملي ايه؟ طب كلمني بعد ساعه. طيب ماهر قال لي خلاص. ساعه كلمتني قالت لي خلاص تعالى الصبح هات الفانين وخد الهدوم اللي انت عايزها كلها موجوده. ترى انت جمعت هدوم ازاي؟ قالت انا حطيت على الفيسبوك بتاع الكنيسه ترسبوند ايميديت لاي حد عنده حاجه نبعتها نبعتها. خدنا الهدوم يعني شركه الشحن تعاونت تركل لنا الكونتينر 24 اورز اكسترا نو تشارج, والهوتيل سمح لنا نخلي الكونتينر في الباركينج لوت بتاعه بلاكت 24 اورز نو اكس ما فيش من غير اي مشاكل. ورحنا جمعنا الهدوم وكبسناها وكملنا, جت بالظبط مقفوله كونتينر. فعلا احنا نحط ربنا يشتغل يعني. فعلا دي من الحاجات اللي القدام بيشوفوها ايد ربنا معاهم في الكلمه العظيمه دي بجد. وكملنا جت بالظبط مقفوله كونتينر. فعلا احنا نحط ربنا يشتغل يعني. فعلا دي من الحاجات اللي القدام بيشوفوها ايد ربنا معاهم في الكلمه العظيمه دي بجد. مش لوحدك. وناس كثيرة برضو عايز تعرف ولك الفلوس اللي هتفحها دي رايحة لفين ورايحة للشخص المفروض توصل له ولا بتروح في حتة تانية. وطبعا كل ده يعني أنا واثقين طبعا الحاجات دي كلها زي ما حضرتك قولكم لأن الفلوس بالزبط كلها بالزبط بتروح بالكامل للشخص اللي محتاجه بالكامل. من الحلو أن يعني سيدنا الأنبا سرابيوم يعني حط سانتا فيرينا شارتي ان يدي فرصه لكل واحد مش بس اللي ماسك الخدمه من كل واحد يعني اللي بيتبرع بفلوس او يتبرع بكيس هدوم او اللي عايز يخدم يعمل بروشور او يكتب حاجه يجو من خلال الشارتي وبيلاقي مكان اللي فيه. وده مصدر تراست يعني بره اي حاجه تانية يعني الناس تعمل انديفيديوال او كده. ما نقعدش يبقى قاعد قلقان الحاجه راحت ما راحتش. انت مش قلقان, انت في ايد الابروشيه وكله بيشتغل وانت مش لوحدك, انت بتشتغل وسطنا صحيح از فاميلي زي ما احنا يعني بنتعاون في الحاجات دي. ممكن تروح للنيو كامرز او دي تروح للخدمه ممكن الدكتور محتاج حد عيله نبعت لهم حاجات من خلال الكونتينر. كان حصل في البطاطين في فتره البرد لو حضرتك تفتكري اتصل بينا واحد عايز يبعت بطاطين في كونتينر مصر, قلت له ده على ما يوصل يكون الحر دخل عايزين مراوح. بالظبط بالظبط. قلت له طيب اتصلنا بمصر حولنا لهم الفلوس وراحت الابروشيه جابت بطاطين وبعتوا لنا جواب in the same week actually in the same second day كان everything done. وبعدين الدكتوره شهيره خدت الفكره نقلتها على قناه لوجس وحطوا اي حد عايز يتبرع ببطاطين اتصل بسانتا فيرينا شاريتي وهم يحولوا الفلوس. فبنشتغل از تيم في كل المراحل لان في الاخر هي محبه ربنا اللي بتغطي الخدمه كلها. صحيح يعني فكله بيخدم يعني صحيح. احنا جينا نهايه الحلقه وسريعا حضرتك قلت ان في بانكويت على سانتا فيرينا. في سانتا فيرينا بتعمل بانكويت كل سنه. البانكويت السنه دي يوم 5 اغسطس سوري 5 اكتوبر ان شاء الله. والدعاوي والتذاكر هتبقى في الكنائس مع اور امباسادورز اللي في كل كنيسه. كل كنيسه عندنا فيها امباسادور بيبقى مسؤول عن الموضوع ده الاعلان على الشاشه يعني.
الدي في دي او السي دي من سانت جورج كنيسه سانت جورج؟ هو يعني زي ما بيقولوا الناس يعني الناس حابه تخدم وقدمت الكواير بتاع فروتس اوف جوي، يعني هو ده برضه فروتس اوف جوي لكل اللي بيخدمه، فحبوا يقدموا حاجه للسان فارينا شاريتي بكوره عملهم يعني اس اوبريت جميل جدا جدا، وقالوا يتعمل فاند ريز لاخواتنا اللي في مصر، فكانت فكره جميله جدا ان احنا نشارك معاهم في الخدمه دي واشتركوا معانا في اللي يعني قعدوا يشتغلوا فيه 7 شهور تقريبا. واو. يجهزوا فيه. احنا هنوري حته من الفيديو بس يعني هنقفل بيه الحلقه، بس يعني هم قعدوا يشتغلوا 7 شهور عشان يجهزوا الاوبريت ده. يعني تجهيز عشان براكتس والكواير والتريننج يعني عشان يقدروا يقدموه بصوره كويسه، وحبوا ان هو يبقى باكوره عملهم لاخواتهم في مصر يساعدوهم كفاند ريز للسان فارينا شاريتي. فكان الشعور جميل جدا جدا ان احنا فعلا بنشتغل بالكتير وبالقليل وبالصوت حتى يعني بمجهودهم بس في التمرينات والتعبهم ربنا عوضهم حقيقي فعلا عن شعورهم الجميل ان هم يقدموا الخدمه دي. مش لوحدك. أصلاً من ذرية آدم، رب جالس في السماء كل الملائكة يسبحوا، رب حل بسلطانك شجع قلب الضعيف، اسكب فرح واملأ بالأغاني، الرب اللي بدمه فداني دايماً جنبي وبيعزي حبيبي بصياط ضربوا وبتاج الشوك ربي نلقوا أنت أيها الرب.
مش لوحدك. يعني احنا معنا few seconds بالضبط, يا ريت كل واحد يقول لي هو بيتمنى ايه, او بي يعني تقول للمشاهدين ايه النهارده عشان تسبورت البروجكت الجميله. طيب. دي الحقيقه انا بس يعني احسن ما اتكلم انا كلماتي, انا هقول كلمات ابونا الراحل القمص بشوي كامل. هو قال لو اراد الله يستطيع ان يغني الفقير بطرق شتى, ولكن يترك لك هذه الفرصه لتأخذ أنت هذه البركة وتلك النعمة. هو يضع المحتاج في طريقك أو يضعك في طريقه لأنه يريد خيرك, فهل تكون على مستوى القصد الإلهي؟ لو عرفت بركات أعمال الرحمة لسعيت بكل حماس وتوسلت إلى الله ليوفر لك فرصة العطاء. والحكيم هو من يكسب كل فرصة متاحة له وكأنه سابق الزمن ويسابق الزمن. دي كلمات أبونا بشوي كامل, ربنا ينايح نفسه. كمان ما لقيش أكتر ولا أهم من كلام سيدنا المسيح نفسه لما قال بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. فهذا يكفي. وشكرا. شكرا دكتور مجدي, مش شيء خالص. أستاذ كمال, أنا يعني الكلام الجميل اللي قاله الدكتور يعني هضيف عليه حاجة صغيرة قوي. فكل ما فعلته بإخواتي الأصاغر فبيه فعلتم. يعني إحنا مش معقول هنلبس المسيح, ده هو اللي بيلبسنا. بالظبط. اللي بيدي هو اللي بياخد أكشلي مش بيدي. بالظبط. يعني إحنا بناخد من ربنا مش بنديله. وجرب, إحنا جربنا ده واستمتعنا فعلا إن إحنا في كل حاجة بناخدها يعني من ربنا مش احنا اللي بنديهم. حقيقي فعلا اللي بيجرب هيحس بده وهينبسط جدا انه بياخد من ربنا. أكيد. مش بيديله. اكيد. شكرا استاذ كمال. دكتور موري, وانا هكمل برده على كلامه. اتفضل. انه ربنا بيدينا مش بس حاجات ماديه, بيدينا نعم ان احنا مثلا نتعلم سكيلز في حياتنا, بيدينا نعم ان احنا يبقى عندنا حاجات معينه. الحاجات دي اديها من اديله منها. يعني مش لازم تديله من فلوس, اديله من يور سكيلز. الوقت ده يعني ملهوش ثمن. يعني ثمنه غالي, ما حدش يقدر يشتري الوقت. فلو تدي ربنا من وقتك بالسكيلز بتاعتك هي دي العطيه المقبوله. اشكركم جدا جدا, وربنا يعني يبارك خدماتكم ويكبرها ويوسعها وتبقى يعني all over the world. بارك لنا في القناه ان تبقى موجوده دايما وتبقى يعني بركه للجميع فعلا. نقدر نعرض كل الاعمال الحلوه من خلال قناه لوجس. واحنا بنشجع الناس انهم يعضدوا لوجس. بالظبط. ويقفوا جنب لوجس ونخلي القناه تكمل. يا رب سمحت لنا فعلا ان احنا نقدر نعرض كل الوقت ده. ربنا يبارككم. نحن نقدر نشارك في الخدمة الجميلة دي, يعني نبقى be part of it. شكرا. thank you very much. مرسي خالص. أعزائنا المشاهدين, جينا نهاية الحلقة, ويعني طبعا بعد ما سمعنا العمل العظيم اللي بتقوم به سانتا فيرينا والخدام اللي بيقوموا من يعني بالعمل الجميل ده من وقتهم, يعني احنا كمان عايزين نشارك في الخدمة دي. انتوا شفتوا الصور, شفتوا البيوت المعدومة, بيوت من غير سقف, الأرض قاعدين على طين, ما فيش كرسي يقعدوا عليه, ما فيش يعني ما شفتش حتى بيت, يمكن بيت واحد اللي كان فيه بوتاجاز. ما أعرفش حتى عايشين إزاي وبيأكلوا إيه وبيناموا إزاي. يعني حاجات عايزين حتى البيسك نيسيسيتيز, يعني الحاجات الواحد يقدر يعيش بيها طبيعي. مش هقول حاجة يعني تبقى exaggerated شوية, بس يعني تبقى حاجة الواحد يعيش بيها كبني آدم. ده اللي أنا عايزة أوصله النهاردة. يعني في طرق كتيرة جدا للتبرع للتشاريتي, يا إما عن طريق طبعا لو تقدر تشتري لبس تشتري لبس, لو عايز تتبرع لسبونسر عيلة في مصر, عيلة 2-3 زي ما طبعا البادجت بتاعتك تسمح, ممكن
تسبونسر عيلة في مصر. ممكن عن طرق تانية كتير زي ما دكتور ماري قالت، عن طريق مثلا الامازون، على اي باي، الحاجات اللي هي ممكن تساعد بيها في الشغل، تعملوا الماتشنج بروجرامز، تاخدوا جرانتس للشاريتيز. يعني هنا في حقيقة في امريكا الموضوع ده كبير جدا، والبيج كومبانيز بيحبوا يدفعوا للشاريتيز وبيعضدوها. فياريت كل اللي بيشتغل في اشغال مثلا كبيره او في الكومبانيز الكبيره يسالوا على البروجرامز دي. ممكن تكون انت بتشتغل ومش عارف على البروجرامز دي، بس اسال هتلاقي ان هم بيعضدوا فعلا الشاريتيز دي كلها. هقول لكم تصبحوا على خير، ونشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما في صلواتكم، والى اللقاء.